قبة البكيرية تحفة فنية ونموذج للعمارة العثمانية في اليمن. مسجد ومدرسة سميت بالقبة لتغليب القبة على بنائها، من المساجد التاريخية في اليمن وسط مدينة صنعاء القديمة، وتحديداً في ميدان قصر غمدان أو قصر صنعاء على الطريق المؤدي من حارة موسيك إلى باب السلام. أطلق عليها اسم القبة المرادية نسبة إلى الوالي حسن باشا، وأما تسميتها بالبكيرية فنسبة إلى بكير بيك آغا مولى حسن باشا. بنيت على الطراز العثماني وتعد أبرز نموذج للعمارة العثمانية في اليمن، فهي قبة كبيرة شاهقة الارتفاع مزدانة بالزخارف الجصية، لا تستند من الداخل على أي عمود، كانت أكبر قبة في العالم العربي وقت إنشائها. تم بناؤها خلال العهد العثماني في اليمن، وتحديداً في فترة الوالي التركي حسن باشا عام 1596 للميلاد في عهد السلطان العثماني مراد الثالث. وتشير مصادر تاريخية إلى أن سبب بناء الوالي للجامع والقبة هو تخليد لمولاه بكير آغا الذي حفظ القرآن، وتوفي إثر سقوطه من على فرسه في حفل أقامه الوالي احتفالاً بتخريج عدد من حفظة القرآن الكريم. فقد حزن الوالي على بكير حزناً شديداً، ثم أمر ببناء القبة للصلاة وسماها باسمه تخليداً لذكراه. وفي 1881 للميلاد أمر السلطان عبد الحميد بترميم القبة، وأحضر لها منبراً من الرخام، وحسنت مرافقها، وشمل التجديد الرسوم والزخارف المعمارية النباتية والهندسية. وتتكون قبة البكير من قسمين أساسيين، أحدهما مكشوف ويسمى الصحن، والآخر مغطى ويعرف ببيت الصلاة. ويضم بيت الصلاة ثلاث محتويات، هي المحراب الذي يتوسط جدار القبة وهو محمول على عمودين وعقد متدرج ومزخرف، والمنبر يقع على الشرق من المحراب وهو ضمن تجديدات القبة، مصنوع من مادة الرخام ومزدان بالزخارف الهندسية المفرغة. وفي بيت الصلاة سقيفة مستطيلة الشكل ممتدة من الشرق إلى الغرب، أما المدخل فيقع عند منتصف الجدار الغربي، شيد من الحجر ويتكون من كتلة مربعة ترتكز على أربعة أكتاف قصيرة تحمل عقوداً تعلوها قبة. قبة البكيرية جامع للصلاة ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، درس فيها كثير من العلماء، وتخرج فيها أيضاً الكثير من حفظة كتاب الله. لقد أعيد ترميم قبة وجامع البكيرية عام 2000، كما تم ترميم قبة الجامع والأضرحة الموجودة بجانبها في عام 2010. إنها تحفة معمارية وهندسية فريدة تجسد فنون العمارة الإسلامية في اليمن.